فون فاكت عن الولاد الصغار. ايكو شو كيوت. شفت ابني بقلبه بس المامي بتنلبس اكتر. لشو الواحد ياخد هيك ريسك؟ It's a no. مش قادرة لها سبب. بطني كان اصغر. هاي حلوين كيفكم صبايا؟ اليوم رح نفتح مشترياتي للبيبي سوا. اذا حبيتوا الفكره عبالكم اكتشف انا وياكم البيبي شو بحاجه. Keep on watching. بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب تنضموا لعائلتنا الكبيره. خلينا نبلش. اول شيء حابه اقول لكم اياه انه انا مثلكم عندي شويه معلومات زياده عنكم بس ما عندي كثير معلومات. مثل ما خبركم بالفيديو من قبل انه انا ما عشت حياتي حوالي اولاد ما بعرف شو بيستعملوا بكل بساطه. بس بشوف كتير اشياء اونلاين صار الفيد تبعي على انستغرام على تيك توك وعلى يوتيوب. كل الفيد تبعي كل الفور يو بيج تبعي هن اولاد. كل شيء بخص الاولاد كل شيء بخص الحبل. صار عندي معلومات شو انا بحاجه غير اني تسجلت ببروجرام كمان مع صبيه لبنانيه كتير حبيتها. هيدا البروجرام كمان بخليني اعرف شو عم بيصير وكيف اتحضر وشو الاغراض اللي بحاجه لها للنيو بورن وشو لازم اشتري من قبل. رح بلش بالغراض اللي اشتريتها هلا. ما اشتريت كتير غراض صراحة. عندي ليستة كتير طويلة لاشياء لازم اني اشتريها اشياء ناقصتني. بس هيك اشتريت كم شغلة وحابة افرجيكم اياهم. وعلى فكرة انا كمان جبت طلبية من شيئين رح نفتحها سوا. هيدا الكيس كله تياب اوكي وماني جايبة كتير تياب على فكرة. خلينا نفتحهم سوا ونشوفهم. في شغلة أنا كتير بحبها للولاد وهيدي الشغلة هلأ في ترند إنه الأم تشتري تياب للولد وما يكون فيهم ألوان، يكونوا بيج أو باستيل أو مش هول الألوان اللي نحنا تربينا عم نلبسهم. عرفتوا؟ يعني نحنا كنا نلبس ألوان مع بعضها كتير فاقعة كتير قوية. وبس اطلع على الصور يعني أوقات بتطلع بقول إنه شو خطر عبالها لأمي لبستني هيك شيء. وبنفس الوقت بطلع وبقول انه سو كيوت سو كيوت. ما كثير عبالي روح على الاستاتيك كلوزت. ما بهمني شكلها كيف حيبين. ما عندي مشكله انه تكون كلها الوان بس كثير بهمني انه الولد يشوف الوان وينبسط بالالوان مش بس انا شو حابه. جبت الوان اكيد حبيبي سو كيوت. هولي ثانية بس تشوف. اوكي هيدا الست يلي هو كتير للنيوبورن يعني كتير نيوبورن. خليني افرجيكم اياه يعني لدرجة بعده مسكر. شوفوا شو صغير. هيدا يمكن بيناسب اول اسبوع او اسبوعين من حياة الولد على القد. جبت هولي وهولي على فكرة الكمام. اوكي شوفوا الكمام كيف شايفين كيف قلهم فتحة من هون. تعملوه هيك كرمال يسكر على ايد الولد. هو بيجي كانه متن كمان بنفس الوقت خصوصا انه الولد باول فتره من حياته كثير بخربش حاله وكثير بيوجع حاله لانه ما عنده ولا اي كنترول. اوكي فون فاكت عن الولاد الصغار انه هن ما عندهم ولا اي كنترول على ايديهم شو عم بيصير فيهم. يعني بتشوفوا الولد عم يعمل هيك هو مش عم يعمل هيك لانه هو قصدا عم يعملها. هو عم يعمل هيك لانه هو ما عنده ولا اي كنترول على ايديه. شي مره شفته ولد بيبي صغير عم بيحلش حاله وعم يبكي. بيحلشوا حالهم يعني بشدوا بشعرهم بيوجعوا وبصيروا عم بيبكوا وما عندهم تحكم بايديهم انه يشيلوا ايديهم انه ما يشدوا شعرهم. كثير بيضحكوا كثير بيضحكوا. ما عندهم اي كنترول على ايديهم. بطبيعه الحال البيبي بس يبكي نحن لازم نغطي له ايديه كرمال ما يجرح حاله وبعدين بنرجع بنشله هول عن ايديه. هيدا هو كثير كمان مركزه على شغله اللي هي هالسحابه. انتم شايفين قد ايه سهله؟ يعني بتحطوا البيبي بقلبها وبكل بساطه بترجعوا بتسكروها. وفيكم مثلا بدكم تشوفوا اذا الدايبر او الحفوض تبع البيبي مليان مش مليان نفتحها من هون هيك من تحت. لها سحابتين لها سحابه
ضعت ضعت منا قطعة صغيرة. إلا سحابتين، سحابة من فوق وسحابة من تحت. بتطلع هيك وبشوف إذا البيبي عامل شيء وبسكرها أحسن ما افتحها كلها سوا ويبرد. سو أنا الديو ديت تبعي أو أمتين رح يجي البيبي رح يجي بنوفمبر تشرين الثاني. سو تشرين الثاني منه شوب بس منه برد بعد، بالنص جاي بالنص بالنص. سو خريف. سو هيدول التيب هيك رقاق بس 100% قطن، كتير حبيتهم للخريف. فسرت لكم كتير عنا لهيدي لانه الباقيين كلهم تقريبا نفس الشيء رح يكونوا، وفي إلها وحدية من هون هيك كرمال كمان ما يجرح حاله فيها. اي لاف ات اي لاف ات. ليك شو صغير بتدرب. سو هيدا هو، هيدا لون وجايبة منه لونين تانيين، هيدا اللون وهيدا الأصفر. سو جبت هولي تلات ألوان كتير كتير حبيتهم. مثل ما خبرتكن أنا all in إنه الولد يلبس تياب ملونة، كتير بحب الولد يلبس تياب ملونة. هيدا لأي أشهر؟ أوكي، في شغلة كتير مهمة انتبهت لها، وصراحة أنا وعم جيب التياب بالصدفة إنه أنا جبت التياب من 3 لـ6 أشهر، لأنه ما فينا نعرف البيبي قدي رح يكون يكبر. يعني فيه 10 شهرين إذا البيبي كبير 10 شهرين يلبس تياب من 3 لـ6 أشهر ويكونوا ضايقين عليه لهالدرجة. فو اللي بعمله هو بشتري كذا مقاس، ومن هول المقاسات بشوف حسب حجم البيبي وكيف رح يكون بلبسه. سو جبت هول القطع، هيدي القطعة الوحيدة اللي جبتها بطن. سو بتنفتح هيك. شو يعني بطن؟ يعني بتفتحوها هيك. هلا انا ام نوت بيج فان لانه بالليل ليتس سي وانا بدي نايمه للبيبي، ما بنايمه بشي، بدي اقعد ساعة باكله لانه بدي اغير له كذا مرة. البيبي لازم اغير له تقريبا 10 مرات بالنهار. سو اذا كل شوي انا بدي خصوصا بالليل اقعد اظبط بق 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 وارجع ظبطها رح تكون كتير تقيلة علي، بكون نعسانة مقلجلادة تعبانة. سو هول كمان في الهم هول المتنز كلهم في الهم هيدا كم اللي بينلفق بهالطريقة. سو جبت هيدا اللون، جبت هيدا اللون الشارك، وجبت هيدا اللون الأصفر. كمان كتير ألوان بس بعتقد انه هيدا أكتر واحد معجق جايبته، فيه كتير ألوان يعني. I love it I love it. ليكو شو كيوت. هيدا الست جبته كان عليه سيل على فكرة، بس أنا بس شفته لهيدا الست شفت ابني بقلبه، يعني شفت قدي رح يكون مبين البيبي كتير حلو فيه. شوفوا الست شو حلو والقماشة كتير كتير حلوة، شوفوا شو كيوت. سو هيدا من 3 لـ6 شهور، بس أنا عندي توقع إنه رح يلبسهم قبل، يعني أنا حاسة إنه البيبي رح يكون شوي أكبر من الأفريج، ما بعرف ليه عنده هالإحساس. سو هيدا الست شوفوا شو كيوت، شو كيوت، كتير رح ينبسط فيه، كتير رح انبسط لابسه إياه ونظهر. انتو شايفين البنطلون كتير هيك كتير. هيدا ماي فيفورت لهلا لانه هيدا للظهره، وانا ما انا جايبه كتير تياب للظهره، بعد ما جبت كتير اشياء، جبت اكتر شيء اشياء تنلبس بالبيت لانه هن الاساسيات، بس هيدي اول قطعه جبتها للظهره بينظهر فيها. وجبت هيدا الست للنوم، وهيدا اول ما يخلق البيبي. سو تقريبا اول اسبوع اسبوعين حسب حجم البيبي بيطول معه، بس جبت له هيدي في لها اوريدي الكلسات منها وفيها، وكمان الايد بيتسكروا. هيدا للنوم، هيدا ما إلها بوتنز، هيدا سحابة بتنفتح وبتتسكر. هيدا اللون كتير حبيته، وهيدا شوفوا شو كيوت، وهيدا كمان كتير كيوت. سو هولي للنوم اوكي، وهول اول ما يخلق البيبي رح نلبسه اياهم. اوكي بدي فرجيكم هيدا قدي كيوت. شوفوا شوفوا قدي كيوت، مش معقول. انا هيدي بس شفتها انغرمت. فجبت له هاي وجبت له هاي وجبت له هيدا التيدي بير. اه يي
اوكي شوفوا هيدا، هيدا اسمه first size. first size يعني literally اول يومين ثلاثة مما يخلق البيبي، لانه بيكون كتير صغير. شوفوا قديه يعني هيدا اصغر شي بيناتهم. سو جبت له هول الثلاثة لاول يومين ثلاثة بس يخلق. شفتوا شو كيوت dinosaurs وهيك، وجبتهم لونهم ازرق لانه بتعرفوا اول ما يخلق البيبي بدي اخذ له صور وهيك، حلو يكون لابس لون ازرق، بعدين بنتعود على الالوان. وهولي كمان للثلاث اشهر هيدا اللون بيرجع لون ابيض واللون الجراي. شفتوا انه في الوان، يعني في بس 6 تغييرات كثير فيهم الوان، الباقيين الالوان كثير هاديه. بحق لي حبلي فيك 9 اشهر بدك تلبس وحده مامي وبتلبس وحدة دادي، بس المامي بتنلبس أكتر. بعرف هولي إذا بينفعوا للولد الصغير كتير للنيوبورن، إذا أنتوا عندكم أولاد بليز خبروني إذا هولي بينحطوا للنيوبورن أو بلا. أكيد بينحطوا للنيوبورن، ليه لأ؟ بلا أكيد. جبت هيدي دادي أند مي، أكيد بدنا نحسب حساب جان بول. وجبت هيدي I love my mommy، شو كيوت. ما قدرت، بعرف انه ما رح يلبسه، وبعرف انه بالثانية رح يلبسه فيها رح يشلحه، بس اخر همي جبته وبدي اجيب غيره كمان. شوفوا شو كيوت، كتير كيوت. جبت هول المتنز اللي هن الكفوف تبع الايدين، فاذا شي مرة حبيت لبسه شي بس ما عندهم كف جبت له هول الكفوف. وكلساتات ملونين، اكيد رح يكون لابس كلسات بنوفمبر، على الاكيد رح يكون لابس كلسات. سو جبت هول الملونين كرمال السيت الملون. وجبت هول للنيوبورن، يعني الست الازرق الاول شيء رح يلبسه تيلبس معه هول اذا سقع، لانه اوريدي هن لهم كلسات. سو هول هن التياب تقريبا. رح ننتقل لغير اغراض جبتهم من شي ان. اول غرض جبته من شي ان هو هيدي وماني كثير حبتها، خليني اخبركم شو هيدي، هلا بخبركم عنها. جبت هيدا البيبرون من مام يلي هو ويلكم سيت للنيوبورن. هيدا كثير كثير للنيوبورن وانتي كوليك. سو الكوليك هو الولد اللي بيعمل غازات وبي يبكي كتير وهيك. سو هيدي مثل البيبرون عندها طريقة معينة كرمال ما تعمل بابلز هواء بقلبها، وكرمال الولد بس ياخدها ما تفوت هواء على تمه ويفوت الهواء على معدته ويزعجه ويصير يبكي ويعمل غازات. بيجي معها كمان تيتين، هلا رح خبركم خبرية التيتين. سو بيجي فيها 2 بيبرون صغار، هول البيبرونات هن كتير صغار. سو لأول فترة من حياة البيبي ما بعرف تقريبا قديه بضل فيهم، بعدين بننتقل للبيبرون الاكبر لانه بصير ياكل اكثر. سو الفرق بين هيدي وهيدي كثير بسيط كوقت، دغري البيبي ببلش يكبر بسرعه ودغري ببلش ياكل. سو اول شيء رح كون عم بستعمل هولي، اللي حبيته فيهم هو طريقه اللاتش اللي رح يعملها على هيدي، لانه انا مقرره اني اعمل بريست فيدنج، رح اعمل رضاعه طبيعيه، فكثير بهمني هيدي كيف عم بتكون وقديه سميكة وقديه لقى وكيف رح يقدر يلقط البيبي. لانه اذا البيبي هيدي ما كانت بتشبه الرضاعة الطبيعية فالبيبي ما رح يرجع يتقبل الرضاعة الطبيعية، رح يبقى بس على البيبرون ورح اضطر بالاخر اعطيه فورمولا. فانا عبالي قد ما في اني ابعد عن هالخبرية، سو حبيت اني اجيب هولي لانه هول كمان بقدر اعطيه هون مع الرضاعة الطبيعية، وكتير ضروري انه الولد وهذا الشيء تعلمته انه نعطيه على القليلة بنهار الواحد كم مرة بياكل، مرة من هالمرات ينعطى بيبرون، ينعطى قنينة، ما ينعطى الصدر كل الوقت. شو السبب؟ فإذا الأم كانت مريضة، كانت تعبانة، كانت مش قادرة إنها هلأ ترضع، راحت على الشغل، راحت مشوار، بنقدر إنه نحط الحليب تبع الصدر بقلب هيدي ونطعم البيبي ويكون معود انه ياخذ القنينه من الاول. سو هيك بنطمن بالنا. سو هولي القنينتين الصغار وهالقنينه الكبيره. هيدي ليه ما حبيتها؟ خليني اخبركم. اولا كثير كثير كتير صغيرة. سو هيدي تبعها كتير صغيرة، وهلا رح اعطيكم مقارنة. هاي كتير منيحة، هاي تبعها، بس هيدي كتير صغيرة، يعني ممكن تنعطى اول ما يخلق البيبي اذا حبيت اني اعطيه باسيفاير او تيتين. نحنا بنقلها تيتين. فضل اني ما اعطيها من الاول، فضل انه هو
كتير منيح يتحكم ويتعود على رضاعة طبيعية بعدين أعطيه الباسيفاير. فلهالسبب ما حبيتها لأنه هيدي كتير صغيرة، يعني بحبها تكون أكبر، بطمن بالي أكتر إنه الولد ما رح يتشردق فيها صراحة. بيجي معها هاي اللي هي أنا بالنسبة لي كمان عدوتي اللدودة. أوكي خليني فرجيكم هالشو. سو هيدي بتنحط الباسيفاير بقلبها بهالطريقة وبتنحط على التياب تبع البيبي. انا ما بحبها لانه معقولة انها تجي على رقبة البيبي، معقول انه تلف على ايده للبيبي وهو ما عنده اي كنترول لا على وجهه ولا على رقبته ولا على ايديه وتزعجه. فلا شو هيدي بركي بس يكبر البيبي ويقدر انه يحرك راسه، يقدر يكون عنده كنترول على ايديه، ساعتها معقول اني احط له هاي، بس على عمر كتير صغير نو واي اني احط له هاي. هيدا وهيدا انا قراري الشخصي، اكيد انتو حرين تعملوا اللي بدكم اياه، ومش غلط اذا في حدا عم يعمل شيء انا مش عم بعمله، مش يعني غلط، كل شخص عنده طريقه بحب انه يربي ولاده فيها، وما في طريقه غلط، كل واحد حر يربي ولاده. فبس لكم عن شغله ما تفكروا انه يي بجارتنا بتعملها يعني هي غلط، لا مش يعني هيك. سو هيدي على الارجح اني ما استعملها. نرجع لهيدي من شيئين وخبركم شو وضعها. بس تعمل بيبي بهالبيبرو بدي افتحها. سو شفتوا كم قطعة فيه؟ سو في 4 قطع بدهم يتغسلوا ويتعقموا ويتنشروا، ساعتها بستعمل هيدا وبحط القطعة بهالشكل. وهلا رح خبركم الشيء اللي ما حبيته. اولا كتير صغيره، مش معقول ببرون وحده غسلها وتملى، يعني شو هي هيدي بتسع بس 2، والولد اكيد بحاجه اني اغسل له اكثر من 2 مش بس 2. فلهالسبب انا ما حبيتها، حسيتها كتير صغيره وانجا، يعني علقانه فيها على القد، ما في مجال لببرون اكبر، فما حبيت، حسيتها انه ما لها طعمه وافضل تجيبوا وحده اكبر وبروفيشنال اكثر، لانه دايما رح نغسل الببرون ودايما بدنا نعقمها ودايما بدنا ننشرها، فخليها تنشف يعني كومبليتلي من كل شيء، فما لها طعمه، يعني الواحد يستثمر شوي فيها وما يجيبها من شيء لانه ما حبيتها. هول الببرون كمان نفس الشيء مثل هيدي، نفس الشيء نفس الماركه، بس كمان جبت كذا وحده بشوف اي وحده اكثر شيء حيحب. بعتقد انه حتى غير الراس تبعها غير، خليني اتاكد شكلها نفس الشيء. اوكي رح خبركم الفرق بين الزرقاء وهي. هيدي على البوز من قدام في لها فتحتين كتير صغار، هيدي في لها فتحة واحدة. سو منبلش بهاي ومنرجع مننتقل لها. ليش؟ لانه البيبي اول ما يبلش بده ياكل لازم تكون الفتحة تبع الببرون واحدة ومش فتحتين، فينزلوا شوي شوي حليب مش كتير تما يكتروا بتمه ويبلع معهم هوا. سو عرفنا السبب. اوكي بالغلط، صدقوني بالغلط، ما كنت عارفة انه في فرق. جبت هو الباسيفايرز من فيليبس، هيدي هي البراند. افون كمان فيليبس افون نفس الشيء. رح فرجيكم الفرق وليه انا حبيت اني اجيب هيدي. شوفوا الفرق بالحجم، شايفين هيدي قد ايه اكبر من هاي؟ هيدي كثير اكبر، حتى شكل غير كليا الشكل، شايفين؟ فين هاي شو عريضه، شوفوا هاي شو رفيعه، وشو بتشبه اكثر الصدر تبع المراه اكثر بكثير، فحبيت هيدي اكثر من هاي بكثير. وبرضه ما بعطيها لابني لهيدي الا لحديت ما يتمكن كتير منيح من الرضاعة الطبيعية تما يتعود على الباسيفاير قبل. وحبيت كمان انه إلها علبة حطها بقلبها كرمال ما تنجوي. هيدي اجتني كادو منشفة للبيبي، وفي معها هيدي الكف اللي كمان منحمم البيبي فيه. سو كيوت. هول الاشياء انا بعد ما جبت منهم، يعني اكيد وحدة ما بتكفي بدنا كتير اكتر، فبعد ما كتير جبت منهم. ننتقل للغراض تبع شيئين. جبت هيدا الست فيه كذا وحدة، وهيدا انا كتير حبيتها. اولا قطن 100% والحبيته فيها انه بتنحط هيك على الكتف تا ندش البيبي. سو بحال استفرغ البيبي هو عم يتدشى او هو عم بياكل او وات ايفر، في عنا هيدا كبيرة وبتنحط هيك على الكتف، بس كون حاملة البيبي كرمال جرب شوي ان تيابي ما يكونوا مبقعين كلهم حليب واستفراغ واشياء، مع انه رح يبقعوا انا عارفة، بس اتس اوكي اكيد نحن بحاجة لها. في كذا وحدة، كم
وحدة فيك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست قطع جايبتهم من شيئين كتير حبتهم. جبت هيدا يلي هي مات لغيار البيبي، بس كتير حسيتها صغيرة. شوفوا كيف تنفتح. حسيتها صغيرة، حسيتها كتير للنيو بورن يعني. او لا لا بتعرفوا، معقول بتضاين، بتضاين يمكن لشي ست شهور حسب طول البيبي اكيد. فا لا معقول تضاين. حبيته فيها انه تنمسح، سو كتير سهل انه امسحها كل مرة بغير للبيبي. وهيدي بس بستعملها بس كون برات البيت، وبتتسكر بهالطريقة ورفيعة، بتنحط بقلب شنطة البيبي. شنطة البيبي اللي بعد ما جبتها، نصحوني اي شنطة بيبي لازم جيب. هول الاشياء بعد ما فتحتها، خلينا نفتحها سوا. سو جبت هول القماشات كمان قطن 100%، كتير بهمني هذا الشيء. كمان على البيبي اللي مسح له تمه، كتير كتير بعوزهم، ثلاثة منهم. وهول كمان، هول كتير بينعازوا، هول للبيربينج او لندش البيبي. جبت هيدي، خليني افسر لكم عنها، يلي هي السوادل. رح فرجيكم صورة هون شو هي السوادل. فينا نستعملها وفينا نستعمل قماشة نحن نلف البيبي فيها، بس انا فكرت انه اذا نفس النتيجة ليه ما بستعمل هاي. اولا القماشة تبعها بريذبل، بيقدر البيبي يتنفس منها، جلده يتنفس يعني ما بيشوب، وكتير ناعمة وقطن 100%، كتير مهم. وهو شليخ شلاخ. شوفوا كيف. سو منحط البيبي، منحط ايديه جوا واجريه جوا، وهون واسعة، سو اجرين البيبي رح يضلوا عم يتحركوا، ومنسكرها بهالشكل. كتير كتير كيوت. هيدي خصيصا للبيبي ينام فيها، بيجي معها شابو. صراحة هذا الشيء كتير مهم، انه البيبي ممنوع انه ينام وفي شابو على راسه، ممنوع ينام وفي شابو على راسه، لانه قلت لكم هو ما عنده ابدا كنترول على ايديه، فبيمسك الشابو ومعقول انه يغطي وجهه فيها ويختنق فيها. فلشو الواحد ياخذ هيك ريسك؟ شابو ما بتنحط على راس البيبي هو ونايم ابدا، وهو واعي اذا بده يحط الشابو، اصلا هو واعي على طول نظرنا عليه، ما فيكم ولا ثانيه تبعده عن البيبي ولا ثانيه، هو واعي. فهو واعي، معقول نحط له اياها ظاهرين برات البيت او شيء، بس بده تضل عيننا عليه وما بتنحط للنوم. سو هيدي اكيد ما بستعملها مع هيدي، ما بتنحط. It's a no. بس السواد الحلو رح جربه. اوكي، هول الشغلتين جبتهم يلي هن للديكوريشن تبع اوضة البيبي. سو جبت هيدي، رح فرجيكم صورة كيف بتبين، بتتلزق على الحيط الزيق، وانا حابة هيدا الشيء لانه نحن هون مستأجرين البيت ومنه ملك لنا، فما فينا نقدح كتير، ما فينا ندهن لون شيء تاني، ما فينا نعمل هول الاشياء، او اهين لنا ما نعملهم. سو هيدي بتنحط على كبسة الضوء، حسيتها كتير مهضومة، بدي اجربها اشوف شو وضعها، معقول حطها معقول لا. وجبت هيدي رح فرجيكم صورة عنها لانه ما لها طعمة نفتحها، ما رح تفهموا شي منها، بس هيدي كمان كديكوريشن للحيط، حبيتها كتير، كتير مهضومة، فخبروني شو رأيكم. جبت هولي كمان من شيئين يلي هن كمان قطن 100%، اسمهم مسلين باسينات شيتس. سو فاتحة وحدة منهم رح فرجيكم اياها. جبت لونين، ازرق فاتح و ازرق كحلي، ازرق غامق. هيدي اللي بتنحط على الباسينات. شو هي الباسينات؟ رح فرجيكم صورة. هيدي وهيدي. سو في اثنين باسينات لازم ينام عليهم البيبي اول ما يخلق، ما بينحط بتخت لحاله، او اتليست انا في اهل مبلا انا ما بحطه بتخت لحاله. سو انا عندي اوريدي اشتريت، هلا رح فرجيكم السترولر بيجي لها باسينات. سو بحط هيدي على الباسينات، اتس بريذبل، بتقدروا تتنفسوا عبره، منا بتخنق، وقطن 100%. وتاني باسينات يلي هي بتنحط حد التخت، حد تخت دغري، كمان رح يكون في باسينات لانه رح ينام البيبي بالاوضه تبعنا انا والجي بي لفتره، بعد ما قررنا لقد ايه صراحه، حسب البيبي اذا كوليك مش كوليك، بيبكي هنا مش هنا، بس انه اتليست اول فتره اكيد رح ينام حدنا. وانا هيدا ذس از ماي فيرست بيبي، هذا اول بيبي لالي، سو كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه انا حخاف عليه اكثر، حاعمل اشياء اكثر من حيلا ام ثاني عندها اوريدي اولاد او عندها اكسبيرينس مع الاولاد. خلي هيدي الشغله براسنا. سو هولي كفرز للباسينات،
ما جبت كتير، بدي اجيب اكتر، بس رح نجربهم هلا انا وياكم على السترولر، لانه التخت اللي حدي بعد ما اشتريته، بعد ما اشتريت تخت للبيبي، ان شاء الله ان شاء الله بركي هالويك اند بنروح بنشتريه، بس بنجربها اول شيء على الباسينات اللي هي السترولر، تنشوف شو الوضع. زيادة بيربينج شيتس، زيادة بعتقد للبيربينج شيتس او القماشة تبع التتشية تبع البيبي او بس بدي تعمل بيبي صار عندي كتير. واخيرا من شي ان جبت هاي، هيدي مفروض تنحط على السترولر، سو بتنحط هون هيك بهالشكل، حبيت انه لها سفنجة سو ما حتنزع المسكة تبع السترولر، بقدر اني احط فيها تليفون هون وقنينة هون او كباية او قهوة انا وعم مشي البيبي بالسترولر، كثير حبيتها. سو خليني فرجيكم السترولر، نجرب الشيت تبع الباسينات ونجرب هيدا عليها. اولا بنقول هاي، هاي بيبي. جايز مفروض انه انتو عم تشوفوا الفيديو كون انا صرت بشهري السادس ومش قادرة، مش قادرة، حاسة بطني حيطلع من محله عشوائي. في كتير ناس بيقولوا لي انه يي بس انا بس كنت بالسادس بطني كان اصغر، كنت اطول، كنت اطول لها سبب بطني كان اصغر، كان عندك اسباس، كان عندك مساحة، انا ما عندي مساحة، هيدي هي. فهيدا البيبي بنقول له هاي، خليني فرجيكم السترولر. سو هيدي السترولر اللي جبناها، كتير مبسوطة فيها، كتير لايت ويت، ها من جوا هاي الباسينات. سو هيدي هي الباسينات اللي بقلبها، تنفتح من هون تتنزل هيك اوكي، ومن هون كمان بتنفتح، تنفتح هيك اوكي، وهون بنام البيبي ماكسيموم 9 كيلو، سو بيزيكلي انه بيكون كتير صغير البيبي هو نايم بالباسينات. هيدي هي الفرشة تبع الباسينات، سو بدنا نجرب نحط الكفر عليها تشوفها، حسيتها كتير صغيرة، خلينا نجرب. اكيد بعدين هيدي بتنشال بتتغسل بغسول معين، وها كمان بنرجع بنحطها. على كل خلينا نجرب نحط هيدي عليها. هلا هي كبيرة عليها بس اتس اوكي. لا ولا بتزبط، زبطت تزبط، عرفتوا هي كبيرة عليها، شوفوا كيف من ورا. سو اذا زبطتها على القد هيك، هي هيدي وان سايز القماشة، وان سايز بتزبط على كل شيء، فبنحطها هيك وبتكون زبطت. سو هيدي الباسينات، اكيد الباسينات بتنشال وبتنحط، خليني اتذكر كيف، شفتوا كيف انشالت، هلا انحطت. اوكي في كمان كار سيت وسترولر عادي، بس صراحة تقال وانا ماني رح احطهم، وجان بول مش بالبيت تفرجيكم، بس كتير حبيتها لهيدي السترولر، في لها مساحة من تحت كرمال حط الشنطة، وهيدي تبعها بتفتح هيك بتتنزل وبتتنزل هيك وبتطلع هيك، وفيين هون بقش تهز وبعمل لها هيك بتصير تهز. I love it. خلينا نجرب هيدي عليها. سو مفروض انه هيدي كيف تنحط هاي؟ اوكي بيرفكت. سو اذا بدي احطها هون let's say اوكي. سو بفتحها من هون. عادة بتنحط على جنب، اكيد بتنحط على جنب. ما بتنفتح اكثر من هيك. بتنفتح ماكسيموم هالقد. اوكي بتنحط هون هيك مثلا let's say. نسكرها. شو قولكم؟ اوكي سكرناها. هيدي تنجلسها. اوكي جلسناها. عم تزبط. اوكي بنحط الكباية هون والتليفون هون. وين التليفون؟ سو هيدا التليفون بينحط هيك. هون الكباية بتنحط. شوفوا شكلها. شايفين؟ اوكي شوف اذا في شي تاني كمان بينحط. بيتزبط بس اتس جود، بس اللي ما حبيته هو انه ما عم بقدر شيل التليفون، بصير بدي اخذ بالايدتين شيل التليفون، او بدي استعمل تليفون بلا كفر او كفر كتير خفيف. اوكي خبروني شو رايكم. سو جايز هيدا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا عم تفتحوا اغراض البيبي معي، خبروني شو حابين تشوفوا واعطوني اقتراحات لفيديوهات الجايه، وانا بشوفكم قريبا جدا، بس قبل ما تنسوا تشتركوا بالقناه، وانا بشوفكم very soon. باي.